السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد عمر بن الخطاب أيضا من الأماكن التي يروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى فيها العيد ومن بعده عمر بن الخطاب. توقعت أنه يكون مكتوب. الظاهر مو مكتوب. هذا المسجد عموما، وهو هذه المسافة اللي بينه وبين الحرم. مرة أخرى السلام عليكم. بالنسبة لمسجد عمر بن الخطاب، مسجد هو كذا مو هنا بس أنا عاد غلط في مرة أخرى السلام عليكم. بالنسبة لمسجد عمر بن الخطاب، سبحان الله الكلام عنه والسيرة عنه في الكتب التاريخية قليلة جدا. حسب ما وصلت يعني أنه بناه شخص اسمه شمس الدين محمد بن أحمد السلاوي. حاولت أبحث عن شمس الدين هذا السلاوي، ما أعرف من هو، فإذا في أحد من المتابعين يعرف يعني أرجو أنه يدلني. تم بناؤه سنة 150 هجرية هذا مسجد عمر بن الخطاب، ويقال أنه هناك في وادي اسمه وادي بطحان. طيب بالنسبة ويقال أنه في مسجد آخر بجواره، نسيت اسمه والله، لكن أنا حسب بحثي إلى الآن ما لقيت المسجد هذا. طيب في مناسبة أخرى مهمة جدا أو معلومة أخرى مهمة جدا، خليني أقفل وأرجع أصور لكم هي، بس إن شاء الله الشمس. أي المعلومة اللي حبيت أقول لكم هي، هذا المسجد اللي هو علي بن أبي طالب زي ما أنتم شايفين، مسجد علي بن أبي طالب، مسجد أبو بكر، مسجد الغمامة، وفي وراه هناك زي ما قلت لكم مسجد عمر بن الخطاب عشان الشمس بس. هذه المساجد طبعا اللي هي قريبة من الحرم، شوف يعني معروفة في الجهة الجنوبية الغربية من الحرم، الكعبة القبلة هكذا ونحن في الجهة الجنوبية الغربية للحرم. هذه غير المساجد السبعة أو الستة اللي معروفة، المساجد الستة اللي يقول لك المساجد الستة أو السبعة اللي معروفة في المدينة، هذه جهة الخندق، جهة المكان اللي حصل فيه غزوة الخندق. طيب فلهذا حبيت أذكر بالمعلومة هذه، شكرا. ارجع اكرر المعلومه الان، شوفوا هذا مسجد الغمامه اللي وانا هناك، يظهر مسجد ابو بكر قريب، وخلف هذا المسجد طبعا بمسافه تقع اعتقد 150 متر مسجد سيدنا علي، والحرم القبله كذا هكذا. المسجد اللي هناك اللي مسجد سيدنا علي، خلينا ناجل الكلام هذا اميم. الان مسجد سيدنا عمر، حنشوف الاوتيل هذا، هذا مسجد سيدنا عمر، هذا مسجد الغمامة، وذاك مسجد سيدنا عمر. والله ما بعرف واضح المعلومة ولا. أيوة أرجع أكرر، هذا مسجد الغمامة، مسجد أبو بكر، والخلف من هناك مسجد سيدنا علي، وهنا مسجد عمر بن الخطاب. هذه المساجد اللي هي عمر بن الخطاب وأبو بكر والغمامة وعلي كلها بنيت على حسب ما يروى، وطبعا هي رواية، أن الصحابة الذين سميت بأسمائهم هذه المساجد صلوا الأعياد في هذه البقاع، صلوا الأعياد في هذه البقاع. ومسجد الغمامة آخر مكان صلى فيه، يروى أنه آخر مكان صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العيد. أنا بحاول أظهر مسجد علي بن أبي طالب، الآن ظهرت المنارة بس الشمس إن شاء الله ما يكون فيه عائق، بحاول أجيبها بزاوية. أوكي هذا مسجد سيدنا علي، طبعا هذا المسجد سيدنا علي غير المسجد الموجود جوار المكان اللي وقعت فيه غزوة الخندق. طيب كده إن شاء الله المعلومة وصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أيضا من زاوية أخرى مسجد الغمامة، مسجد علي سيدنا علي، مسجد أبو بكر، وكذا شفتوا مسجد الغمامة هذا على جهة هذا كذا، خلف المبنى هذا مسجد سيدنا عمر، وكذا الحرم، شوفوا الحرم
والقبلة كده هكذا. ان شاء الله كده انا بحاول اوصل لكم المعلومة بمختلف الطرق والزوايا.